إلى السيد رئيس الوزراء وإلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى كل من يهمه الأمر. نعم. هيئة الرأي بالذات كون هم يعني إحنا أغلب الكلام يكون على أنه قرار هذا الدور التكميلي يكون يم هيئة الرأي. إحنا أبنائكم. نعم. إحنا أبنائكم. باسمي وباسم لفيف من طلبة الدراسات العليا بالجامعات العراقية. نعم. أعيد بالجامعات العراقية. هذا الكلام أنا أقول بالجامعات العراقية، إحنا ما نريد نطلع برا وندرس. إحنا أجينا كملنا بجامعاتنا بلدنا. بلدنا أهلني. ليش أطلع برا؟ ليش أطلع برا؟ إحنا الضغط اللي يصير والآلية اللي السياقات اللي تكون داخل البلد. اللي بخصوص التعليم ده تضغط على الطالب يخليه يعني ينجبر انه يكمل برا يعني.